أظن أنه أجمل عنوان ممكن على الإطلاق لبرنامج يربط بين الدين والحياة، لأنه وإن كان الشيخ الجليل الذي أشرف بالحضور بين يديه كتلميذ بين يدي أستاذه الدكتور علي جمعة، وإن كان هذه القامة الكبيرة في الفكر الإسلامي، إلا أنه يمتلك هذا التواضع العقلي، تواضع أن يختتم كل ما يقول بهذه الجملة العبقرية: والله أعلم، كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. هو ده، هي دي الروح. ما نفع الأديان مشاهدي الكرام إن لم تنعكس على السلوك تواضعا من هذا النوع؟ إنسانية، رحمة، شفقة، بر، ما نفعه؟ تتحول إلى مجرد مظاهر شكلية، لحى وحرص على أداء الصلوات في مواقيتها، وهذه نعم كبرى دون شك، لكن تفرغ من معناها فور أن تنعزل عن السلوك الحميد. والرسول الكريم قال إيه؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مدهش، مكارم الأخلاق، هذه هي الفكرة. إنما الشكليات، القشور، الانكباب على إبداء التقوى والورع، وهذا يصاحب أن يكون السلوك الإنساني مع الناس في الحياة خالي من التقوى ومن الورع ومن الإنسانية، الحقيقة مفارقة أعجز عن فهمها في تصوري. الدين الإسلامي، يعني في يقيني، الدين الإسلامي هو دين الفطرة، وفطرة الإنسان السليمة ليست بحاجة لبرامج تلفزيونية من هذا النوع لكي تقول له كن بارا بوالديك، دي تبقى مصيبة، ده يبقى مش إنسان. لكن للأسف الشديد في زماننا الصعب الذي نعيشه الآن تشوهت الفطر، الفطرة أصبحت ملوثة لدى بعض الناس، يعني لكي لا أسقط في فخ التعميم، فأصبحنا بحاجة إلى تذكيرهم بأنه بر الوالدين صلب الدين، صلب الدين. أصبحنا بحاجة إلى تذكيرهم بأنه الإنسانية مقدمة على الشكليات والقشور والمظاهر. كن إنسانا قبل أن تربي لحيتك، كن إنسانا ودودا لطيفا، صاحب علاقات حميدة، حسن السلوك مع الناس في البيع والشراء والأخذ والرد، حتى في الخلاف والخصومة، حتى في الخلاف والخصومة خليك بني آدم محترم. هذا هو صلب الدين، هذه هي الفطرة. مهم، حلقتنا هذه مشاهدي الكرام كما قلت لكم، والتي نشرف بأن نكون فيها في حضرة العالم الجليل الدكتور علي جمعة، عن صلة الرحم، البر بالوالدين. ولدينا سؤال نطرحه على متابعينا على الفيسبوك. السؤال يقول: هل توافق على دخول والدك أو والدتك دور المسنين، ولماذا؟ كما أنه هناك جزء من هذه الحلقة، غالبا الجزء الأخير، سيستقبل فيه فضيلة الشيخ علي جمعة الاتصالات التي أتمنى أن تحمل أسئلة وألا تحمل تعليقات ومواقف. دعونا نستفيد من محضر علي جمعة، من وجوده معنا نستفيد بأننا نسأله ونسمع منه، الرجل الذي يختتم حديثه وهو حديث العالم العارف ب والله أعلم. وسعدت مساء يا فضيلة الشيخ. اهلا وسهلا، بارك الله دكتور علي. انا فخور الحقيقه انه انا مع حضرتك في مكان واحد، فضلا عن انه على الهواء يعني. شكرا لكم ووفقك الله سبحانه وتعالى. انا محمل بامرين قبل ان نذهب الى تقريرنا الاول، فاصل وبعدين تقرير. انا محمل بس بطلبين الحقيقه لم يخرج عني، لكن خرج احدهما، خرج عن امي، قالت لك ادعي لنا وادعي للبلد يا شيخ علي. ده الاولاني.
ربنا ينفع بها ويمد في عمرها في الصالحات ويوفقها إلى ما يحب ويرضى، لها ولسائر المشاهدين الذين يرون الآن. وربنا سبحانه وتعالى يعبر بمصر هذه الفترة فتخرج على أحسن حال وفي أقوى بنية، وتهزم كل هذه الجيوش وهذه الأمواج التي يصر فيها أصحابها أن يغرقوا مصر، وإن شاء الله مصر نراها بعين البصيرة قبل ما نراها بعين البصر ناجية. مصر محل نظر الله سبحانه وتعالى، ومحل تنزل سكينته، ومحل تنزل رحمته، ولذلك فهو يوفق شعبها إن شاء الله لاختيار الأولى والأوفى والأعلى والأغلى والأحلى دائما في كل أمورها وليس في أمر واحد فقط. نحن نسير الآن في خريطة للطريق حققنا فيها إنجازا هائلا رائعا مبهرا في وضع الدستور والتصويت عليه، ويأتي بعد ذلك قضية الرئاسة، تأتي بعد ذلك قضية البرلمان، تأتي بعد ذلك قضية الانطلاقة العلمية التعليم. يا سلام عليك، العلم يأتي بعد ذلك قضية انت بتتكلم عن العلم اللي هو الاقتصاد. الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلم، كل العلم واحد على فكرة يا حبيبي، كل العلم واحد، لأن علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان إيه؟ علمه الدين، وعلمه الدنيا، وعلمه الكون، وعلمه طرق البحث ومناهج التفكير المستقيم. علمه الصدق وأمر به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكذب المؤمن؟ قال لا. بعدما أثبت له أنه يقع في المعاصي والضعف البشري، لكن الكذب لزوم إيه؟ وأنا كلما أرى هذا الكذب القت أفتكر حديث يعني أبي القت بقى ما تقولناش كلام طيب حاضر معلش نفسر الألفاظ في الهامش الوقح القط يعني الذي لا أساس له يعني هو مثلا أنا رأيتك في مكان فكذبت عليك أنك أنت جاي المكان ده عشان تعمل كذا وكذا في جزء من الحقيقة هو أني شفتك في المكان ده، لكن لما أكون ما روحتش المكان ده إطلاقا يبقى ده كاذب قط يعني افترى يعني يعني من أصله، يعني مفيش حدث التبس عليا أو ظنيت فيه، ده كذب من أصله. أشر افتراء. أنا كمان بقيت أقول كلام صعب يا دكتور علي، فنسهله إن شاء الله ربنا يسهل علينا. الطلب الثاني يا دكتور فأنا بس عايز أتكلم على الكذب ده، لأن أنا بتفرج على بعض القنوات أنا مش عارف بيجيبوا الكذب ده منين. لغاية ما بيجيبوا صور من أيام ويحطوها في أيام تاني ويقول لك الآن وهو فيش الآن، شيء لا يتصوره عقل عاقل. واخد بالك ازاي؟ مش خطأ فني، مش خطأ يقع فيه شخص له ليس له ضربة، لا، ده كذب قط، كذب مرتب. هل يمكن أن يكذب المرء لصالح دينه يا دكتور؟ يعني كذب في سبيل الله، أنا آسف يعني الجملة شكلها وحش. كان في بعض الناس عندهم أصل عندنا معلش العبط نوعين، عبط بسيط وعبط مشلتت. فكان في التاريخ الإسلامي ناس من العبط المشلتت ده يقول لك مثلا إحنا لا نكذب لرسول على رسول الله، نحن نكذب له لمصلحته يعني. يا سيدي لا إحنا عايزينك تكذب عليه ولا تكذب له، لأن كونك تكذب للشيء ولو كان هذا الشيء هو الدين أو الله أو رسوله تفقد الثقة عبر القرون بالمصدر. ومن راحت فين الحرب خدعة؟ الحرب خدعة دي حالة. الحرب خدعة دي ليست منهاجا، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين هي الحرب بتقعد قد ايه وسلام الناس بيقعد قد ايه؟ أيوة. دي الحرب بتقعد لحظة لحظتين شهر يعني ده ينطبق على الميدان فقط يا دكتور علي. طبعا لا، وفي العمليات ولما كمان يأسرني انا اكذب عليه امتى؟ ولما يأسرني ويقول لي جيشك قد ايه وما اكذب
هو فين؟ طب انت ده مش من حقك. هي دي الحرب خدعة. ايوه دي الحرب خدعة. لكن يتصور انه في حرب مع المسلمين اخوانه المسلمين دائما الظهر، هذا كلام فاضي وكلام اوهام وكذب قط يعني لا اصل له ومرتب. احنا اتعلمنا منك مفردة لطيفة جدا يا دكتور. نعم. علي الطلب الثاني سؤال من احد الاصدقاء الكرام على تويتر، لانني طرحت موضوع الحلقة وأنني سأشرف بالجلوس في محضركم على الهواء، فقال لي والسؤال لفت انتباهي جدا، ماذا لو أن المرأة نكب بأب أو بأم لديه أو لديها انحراف أخلاقي، بترتكب جرائم إرهابي أو إرهابية، يا أخي يعمل إيه؟ فين بقى فين يكون البر؟ وفين يكون فين تكون الإنسانية والوطنية؟ يعني كيف يستطيع أن يوازن بين هذا التعارض، بين هذه الأمور المتعارضة الأليمة؟ نعم. في قضايا أساسية كبرى نتعرض لها في الحلقة ونؤسس الأب ومن هذه الأم. لا بس أنا عايز إجابة يا دكتور علي، عايز إجابة شافية، يبلغ عنهم ولا ما يبلغش؟ يبلغ والله العظيم. نعم. وده مش عقوق؟ لا مش عقوق، لأنه دي خيانة الوطن، الوقوع في الفساد والإرهاب، أعلى ده من المبادئ العليا التي إذا خالطها الشخص راح تاريخه وراح كينونته وكذا إلى آخره. فلما المرأة الأم قالت له والله لو هاجرت مع الراجل محمد ده لا ما هاكل ولا هستظل، فصعبت عليه وقالت الله فين بر الوالدين؟ فالنبي عليه السلام قال له هدي نفسك، لو جاعت لا أكلت، ولو حرت لا استظلت. سيبك من الكلام الدوج ليه؟ لأنه ده اللي هو المبادئ العليا. لما يجي أب يريد أن يكون أو أم ظالما أو ظالمة، لما يجي ويكون يريد أن يكون كافرا أو مشركا، علاقتي به بتنتقل من دائرة ال- 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 الود والبر والعطف وكذا إلى دائرة البر فقط. لكن إيه البر فقط ده؟ أبسط من ذلك، فلنفترض أن شخصا نكب بأب نشال يا دكتور، يبلغ عنه الشرطة أو تاجر مخدرات؟ نعم والله يبلغ عنه الشرطة. وده شيء وده شيء تاني. أيوة يبلغ عنه الشرطة ويسلم المسروقات وهكذا إلى آخره، ويطبطب عليه وهو في السجن جراء الشرطة جراء السرقة، يعطي له الأكل والشرب والدواء ويبره ويصله وهكذا. يا سلام. وإذا كان هو من مقيم الأحكام يعدمه في مهنة كده، ان انا بعد اللي صدر عليه الاحكام فممكن جدا ان انا اعدمه، وانا بعدمه بعيط. نعم. ومرة واحد من اهل مكة من اهل البيت، فاهل البيت لهم علينا حق، فظبطوا الولد نسي نفسه فشرب خمر وظبطوه من هو بيشرب خمر. فجه الحاكم مكة، كان ده على أيام من أهل الشريف بيت الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أنت من أهل البيت وعلى عنينا فجه وكان البتاع أنه يضربه 40 جلدة على رجله، 40 خرزانة. فهو بيضربه بيقول له سامحني يا سيدي، طاخ سامحني والنبي يا سيدي، طاخ والنبي سامحني يا سيدي، وهو بيضربه بيعيط وبيضربه. الضرب ده بتاع ربنا مش بتاعي انا. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، شايف؟ وفي نفس الوقت في بر. وكان هيبكي وهو بيقطع اليد. نعم. طبعا ننزه السيدة فاطمة مثلا ولكن على كل حال احنا هنا بنفهم الاحكام كيف تكون. فهيضرب وهيعيط ويقول له سامحني يا سيدي. فدي قضية ودي قضية. ولذلك يقول الإمام الزركشي أنه إذا ابتلي أحدهم بأن أمه بتزني ومش راضية تبطل، قال يحبسها، قالوا له بتهرب،
قال يشد عليها في الحراسة. قال له طيب وبعدين؟ طب الراجل بقى يجي بدل هي مطروح له بقى هو عشيقها يجي. قال يضربها ويستغفر الله. لكن في شوف مع احترامي للإمام الجليل، لكن في النقطة دي انتقل دور إيقاع العقوبة أيا كانت إلى ولي الأمر يا دكتور. يعني هو لا يستطيع أن يضربها، هو الابن، حتى ولو كان تقويمها أيوة في القرن الثامن الهجري صح بأعرافه وبأوضاعه وكذا. ولذلك قلت لك أن ده موضوع كبير يحتاج إلى تأسيس. استنى لكن حضرتك مش راضي تستنى وعايز تقول لي قول حالا دلوقتي، فلازم أقول حالا لأنك أنت متعك الله بالصحة. ما أقدرش أقول لك استنى أكتر من كده. أنت بتكرمنا والله. سنذهب مشاهدي الكرام إلى فاصل بعده، تقريرنا الأول، وهو تقرير يمس القلوب الحقيقة، فيه حالة إنسانية كما قلت لكم في بداية الحلقة، ربما أبناؤها نسوا فطرتهم، مش دينهم، فطرتهم الأول قبل الدين. Thank you.